اللي حصل لي ما حصلش لحد، هحكي لك. مصطفى اخصائي تاهيلي يعمل في احد السجون المصريه، حياته ممله فاقده للشغف تماما على الرغم من ان هو بيمتلك مواهب عديده زي مثلا التاليف او اللعب على الدرامز. في يوم من الايام بيجي له دعوه من اصحابه بتاع الجامعه القدام، فبيكتشف ان هو اقل واحد فيهم وان حياته اضعف حياه فيهم وحياته ممله غير حياتهم المليئه بالشغف والحماس. فبيقابل في يوم من الايام اخو صاحبته اللي بيلاقيه هايبر طول الوقت وبيلاقيه ناجح جدا وعنده شركة كبيرة على الرغم من ان سنه صغير، وبيرجع ده لان هو عمل عملية هي اللبوسة الوامضة، وبيعرض عليه بقى ان هو يعمل العملية دي، وخصوصا ان هو كان في مرحلة الجامعة اسمه اكس وكان مهايبر برضه وكان عنده شغف وكده، وبيعرض عليه ان هو يعمل العملية دي عشان خاطر يرجع تاني الشغف ده. فهل يا ترى هيعمل العملية؟ وايه اللي هيحصل لما لو عمل العملية؟ وايه اللي هيحصل؟ ده اللي بنعرفه بقى طول احداث الفيلم. هل تشعر بالوخم والتفخيم؟ تسأل نفسك يوميا أين ذهب الشغف؟ استعد لاستعادة الشغف والطاقة بدون جراحة بدون ألم مع اللبوسة ذات الوبيل. فيلم واحد تاني هو العودة لأحمد حلمي بعد غياب طويل، بيرجع لنا بفيلم تاني، وهنا في تحديات كبيرة للفيلم ده، وخصوصا لو احنا متعودين على أحمد حلمي انه بيعمل لنا أعمال حلوة ولكن آخر فيلمين خيشوا منه كده وما كانوش أحسن حاجة. فهل يا ترى الفيلم ده بيرتقي لأعمال أحمد حلمي ولا لأ؟ الفيلم من إخراج محمد شاكر خضير، وده أهم عمله في كل أسبوع يوم جمعة اللي كان تحفة بصراحة يعني، واللي ترشحت عليه منة شلبي لجائزة إيمي، ومن تأليف هيثم دبور اللي اشهر اعماله هو فيلم وقفة رجالة. زي ما قلت قصة الفيلم هي القصة اللي انا قلتها في المقدمة دي، والفيلم كله مبني على احمد حلمي، يعني احمد حلمي تقريبا هو شايل الفيلم عليه هو، وده الطبيعي هو بطل الفيلم ودي عادة افلام احمد حلمي. بيشارك معاه في البطولة طبعا الممثلة روبي اللي دورها نوعا ما يعني كان عادي، كان حلو، ما كانش يعني مش ضايف للكوميديا برضه بشكل كبير، ولكن دورها كان حلو. وانت يا مصطفى بقى عملت ايه كل السنين اللي فاتت دي؟ مع سيد رجب اللي كان يعتبر ضيف شرف، دوره ضيف شرف برضو ما زادش في الكوميديا كتير، دوره كان يعني هو يدوبك اللي طلع في الاعلام بس. موسى مع احمد مالك اللي بيقوم بدور اخو صاحبته اللي هو يعني عرفه على الموضوع ده كله، واحمد مالك لايق في الدور ده عموما يعني اللي هو دور الشاب المهايبر والجو ده. انت مالك مهايبر ليه كده؟ اهدى، انت واخد ايه؟ مع عمرو عبد الجليل اللي يعني هو بقى الازمه بصراحه، لان هو بقاله يعني كذا سنه ماشي برتم معين كده ما بيغيروش رتم الدور بتاعه ده. عمرو عبد الجليل كان من النوع اللي هو بيخليك يعمل لك دور يفضل ايكونيك معاك كده، يفضل معلم معانا بشكل كبير، الا ان هو زي ما قلت بقاله كام سنه ماشي بنفس الدور وبنفس الرتم، ولكن كان حلو جدا يعني، هو دور حلو بس انا عايزه يغير، عايزه يعمل لنا ادوار ايكونيك من تاني، ما تبقاش ادوار ثابته ومعروفه كده. ودوره كان كويس برضه في الفيلم، ويعني ايه هو مبني عليه حاجه في الفيلم، مش عايز احرق برضه، فدوره كان ممتاز برضه. انا مش القط، انا الظبط، عايزه حي او عايش. مع نسرين امين اللي يعني شكلها كده خلاص هتبقى الدور ده هو الايكونيك بتاعها، يعني عماله بتعمله لنا بقالها كذا دور بتعمله نفس الدور، فشكلها كده ايه هتثبت على نفسها الدور ده. اتفضل على الجهاز يا فندم. بص ما بقاش حصل لك زي الحاله بتاعت امريكا. هو ايه اللي حصل حتى امريكا دي؟ انا عايز اعرف. مع محمود حافظ اللي يعني معانا في الفيلم ده، احلى مشهد في الفيلم هو لما كان احمد حلمي مع محمود حافظ ده، بصراحه كان هو احلى مشهد في الفيلم، الكوميديا كانت رائعه فيه. مع عمرو وهبه اللي برضو تاني احلى مشهد في الفيلم، وهنتكلم عن الموضوع ده دلوقتي، وهو برضو كان يعني مشهد كان كوميدي جامد جدا، وهم المشهدين دول هم احلى مشهدين في الفيلم من ناحيه الكوميديا. ممكن تقولي الغرض من القرض؟ مش هيبقى مع الممثلة الشابة نور إيهاب، واللي هي بقى معاها كان مغزى الفيلم. الفيلم بشكل عام يعني نقدر نقسمه لجزئين، جزء تجاري وجزء فني. الجزء التجاري هو نجح فيه تماما، هو الفيلم كوميدي هدفه الكوميديا هدفه اضحاكك، يعني انت تخش الفيلم تضحك، وبالفعل هو نجح في ده، انت داخل الفيلم هتخرج منه مبسوط وان انت بتضحك. اه مش هتضحك طول الفيلم، ولكن في مشاهد حرفيا المشاهدين اللي انا قلتهم دول مش هتبطل ضحك. اه مبني على اباحية او ايحاءات جنسية، ولكن اصلا هي فكرة الفيلم ده
خلينا ما نكونش منافقين يعني ما نبقاش بوشين. هو ما فيش حد مش فاهم اللي تقال. هو بالفعل بلس 12 يعني عاملين اللي هو بلس 12 كده. فانت خدت طفل معاك دي مشكلتك يعني. ومشكله السينمات انها سمحت انها تدخل لك الطفل ده. لكن غير كده او كده فكله كلام بيتقال في الطبيعي الناس بتقوله عادي. ما عادش اللي هو يعني خلاص مش اللي هو الحياء بقى وان انت هتتكسف منه. لا هو كلام معروف وكلام مفهوم. والسينما كلها كانت بتضحك حرفيا يعني. بنات رجاله كله بيضحك وكله كان فاهم الكلام ومفيش فيه حاجه تقيله يعني. فهو تجاريا نجح وبشكل كبير ان هو ضحك. حته بقى ان هو بيستغل اللي هو الفيلم عشان يعمل دعايه لشركات معينه لماركات معينه دي حاجه طبيعيه جدا والناس بتستخدمها في الافلام اصلا. وبرده انت مش هتاخد بالك منها لان زي ما قلت الكوميديا طاغيه فانت مش هتاخد بالك من الموضوع ده. انت اراهن ان انت ما خدتش بالك غير لما في ناقد قالها لازم لان ده اللي هيلاحظها هو النقاد اللي بيحلله. فانت مش هتاخد بالك منها اصلا. ممكن تعدي الفيلم ما تاخدش بالك حتى لو سمعت ريفيو حد قال. ممكن انت اصلا تتفرج دلوقتي تبقى اول مره تعرف ان كان في دعايه لشركه معينه او لماركات معينه لان هو مش واضحه بشكل كبير. وده هي دي الميزه هما بيعملوا اعلان عشان كده انت ما تاخدش بالك. بس يعلم معاك قدام لما تيجي تشتري حاجه من الماركه دي هتعلم معاك. فهو انا شايف انها استخدمت بشكل حلو وانها ما اثرتش بشكل كبير وان ما حدش لاحظها وبشكل كبير. نيجي للجانب الفني. الجانب الفني مقسوم لقسمين زي ما قلنا الكوميديا يعني خلاص ده باعت خلاص بقى يعني خلاص ضحكنا وتمام. والكوميديا كانت مبنيه على الاباحيه وهو الحقات الجنسيه ولكن ما كانتش بليها بافوره كامله لا وافوره صريحه لا كانت حلوه وتعدي بشكل كبير. اما الجانب الاهم بقى وهو الجانب اللي زي ما قلت مع الشابه نور ايهاب الممثله دي وهو فقدانه للشغف. هو دلوقتي المفروض ان العمليه خلاص يعني حصل فيها مضاعفات وبقى شخصين والشخصين شخص فيهم فاقد الشغف وشخص فيهم مهايبر وعنده شغف وتمام التمام ومية مية خالص يعني. فهو بقى يعني الحبكة بتاعت الفيلم ان هو بيكتشف يعني if you can do it I can do it ان طالما انت الشخصية المهيبرة قادرة تعمل الحاجات دي وقادرة تنجح وقادرة انها تتبسط فالشخصية مش مهيبرة قادرة دي كمان لان هم الاساس نفس الشخص if you can do it I can do it. ان هو بقى بيكتشف ان هو هيقدر ان هو يعمل ده وينجح من غير الاكس يعني مصطفى يقدر ينجح من غير اكس بس هما الاثنين مش هيقدروا يستغنوا عن بعض. وفي نفس الوقت لما ممثله نور ايهاب هي شابه طموحه جدا عندها موهبه عندها موهبه الرسم عندها موهبه الديزاين وفي نفس الوقت شغاله سكرتيره بسبب ان ابوها عايزه تشتغل بكليتها وتشتغل سكرتيره فبتقول له هو بابا عايز كده اما قال لها انت بنت كذا ايوه انت بنت كذا وانا كمان ابن كذا ابوك هيبقى مبسوط لو انت ناجحه ابوك هيبقى مبسوط لو انت مبسوطه يا ستي كان مشيله 200 جنيه في ايده وهيتبسط قال انت اعملي اللي انت بتحبيه مش المفروض عليكي او عشان ترضي الناس لا ارضي نفسك خالي انت تحفه. الحته دي هو ده مغزى الفيلم اصلا يعني هو ده المغزى هو ده اساس الفيلم مع الكوميديا طبعا ولكن الموضوع اتكروت بشكل كبير جدا. هو كان عباره في المشهد ده وخاتمه الفيلم اللي برضه اتكروتت اللي احنا بنشوف مصطفى بقى بينجح فيها وبينجح من غير اكس واكس بينبهر من نجاح. فهي النقطه دي انا كنت حابب انها تصاغ بشكل احسن من كده. ده عيب مخرج يعني المخرج ما عملهاش بشكل اكبر شاب مساحه الفيلم ما عملتش يعني كنا بنتفرج في السينما وحصل لخبطه والصوت وقف ورجعنا حتت وعملنا حتت فانا ما قدرتش اعرف مده الفيلم بالظبط لان اللخبطه اللي حصلت دي فهل ممكن يكون مثلا مده الفيلم ما سمحتش بس برضو كانوا يقدروا يصيغوا الحبكه دي ويصيغوا الميزه من الفيلم والهدف من الفيلم بشكل اكبر وبشكل احلى منه من الوضع اللي هي ظهرت عليه ده. انا كنت اتمنى ان هم يصيغوها لكن الممثله نور ايهاب طبعا شابه ويعني ادت الدور بشكل حلو جدا عجبني جدا جدا بصراحه يعني فكنت مستني احلى من كده. طب السؤال الاهم دلوقتي هل الفيلم يرتقي باعمال احمد حلمي اللي احنا متعودين عليها؟ اقول لك لا مش نفس المستوى ولكن هو ضحكني حلو في هدف في مغزى وفي كل حاجه ولكن مش بمستوى افلام احمد حلمي الجامده اللي احنا متعودين عليها. نقدر نقول مستوى افريج مستوى متوسط لكن مش وحش ومش ضعيف. فكتوتال كده كاجمالي الفيلم انت هتخش هتتبسط فيه يعني هتستفاد منه كوميديا هتضحك وفي نفس الوقت هتاخد عبره وقصه وهدف ونصيحه هتقدر تعمل بيها في حياتك وده حاجه حلوه جدا. وزي ما قلت كده هو الفيلم بالنسبه لي نجح ولكن زي ما قلت الجانب الفني والجانب المغزى اتكروت بشكل كان نفسي يبقى احسن من كده وده هو عيب اخراج. لكن تسلسل الفيلم كان حلو النمط بتاعه سريع النمط بتاعه حلو مش ممل تماما مش هتنام في الفيلم على اراء بعض الناس لا بالفعل انت بتبقى قاعد مندمج ومبسوط من الاحداث اللي بتحصل. تقييمي لفيلم واحد تاني لاحمد حلمي هيبقى هو 8/10. بس في حاجه ما مشيتش بشكل صحيح.
هو ايه اللي ما مشيش بشكل صحيح؟ لبوسها وبتتحط يا جماعه بقى. يا ريت تقول لي رايك ايه في الكومنتات، وتقول لي هل هو يعني بيرتقي باعمال احمد حلمي اللي احنا متعودين عليها ولا لا. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. يا ريت لو الحلقه عجبتكم تعملوا لايك وشير للحلقه. لو انت مش مشترك تنزل تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلكم اشعار بالحلقات الجديده لما تنزل. ما تنساش تتابعنا على انستغرام وعلى فيسبوك وعلى تيك توك. واشوفكم في حلقه جديده باذن الله. ما ينفعش اخرج اللبوسه اللي جوه ويا دار ما دخلك اي حاجه، فكده يبقى احنا الاثنين اول واحد يحصل له اللي حصل ده.